ذكرى احداث رابح الاولى، احساسك بالامن، الامن اختلف عن الاول؟ وانا احساسي باحداث ذكرى رابح الاولى تمام، في احداث طبعا مأساوية واحداث سوية ده احنا ما حدش يفتكرها تاني تمام. وانا شايف ان الامن، شايف ان النظام الامني في البلد ما اتغيرش بطفره كبيره تمام، مش هتغير الا اذا كان كل مسؤول في البلد، كل مسؤول في الحكومه يحس ان اللي مات ده ابنه. يعني ذكرى احداث رفح الاولى من كل عام، احنا في وقتها حاليا، احساسك بالامان والامن اختلف عن حاجات مهمه خالص، عن ذكر عن احداث ما عادش كمل الوقت بقى خلاص بقى. ايه الامن كويس خالص جدا. ازاي يعني انت احساسك بايه الامن؟ بقى في امن وامان دلوقتي، ما عادش في ارهاب زي الاول كتير كده، ما عادش في احداث بتحصل زي الاول برضه. تقول ايه كلمه لاسر ضحايا احداث رفح، شهدائنا من جنود المصريين؟ ربنا معاكم وربنا يرحم شهداء مصر جميعا.